السلام عليكم متابعين قناة اليد الذهبية. أنا أعلم بأن القليل جدا من سكان الأرض خاصة العرب لا يعلمون بأن المدينة المنورة قد بنيت فوق تدفقات بازلتية من بركان خامد، وهو يقع بالقرب من المدينة. يضم هذا الحقل البركاني المعروف باسم حرة خيبر على مجموعة من أندر البراكين البيضاء، والتي أطلق عليها اسم البراكين البيضاء نسبة لصخورها البركانية الخفيفة، وهي ذات اللون الأزرق الفاتح والغنية أيضا بالسيليكا، والتي تسمى بصخور الكوموندايت. تم اكتشاف هذا النوع من الحمم لأول مرة في ولاية كويزلاند التي تقع في أستراليا، وهذا ضمن جبال غلاوس هاوس. كما ظهرت أيضا في سردينيا، وأيضا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وجزيرة أيضا أسينج، وإثيوبيا بالصومال، وبعض المناطق الأخرى في شرق إفريقيا. يعتبر بركان خيبر أحد أكبر الحقول البركانية في المملكة العربية السعودية، ويغطي مساحة أكبر من 14,000 كيلومتر مربع. تشكل هذا الحقل البركاني من انفجارات بركانية بطول 100 كيلومتر بين الشمال والجنوب خلال 5 ملايين سنة الماضية، حيث وقع آخر ثوران بركاني مسجل في الفترة ما بين 600 و700 ميلادي. يحتوي حقل حرة خيبر البركاني على تشكيلة واسعة من الصخور البركانية والتضاريس المذهلة. تم التقاط هذه الصورة من قبل طاقم سفينة إكسبيديشن 16 على متن محطة الفضاء الدولية في شهر مارس من عام 2008. الهياكل المتناظرة التي نراها في الصورة هي عبارة عن مخروطات ذات صخور مسامية بركانية تشكلت عن طريق انفجار الحمم بوجود الماء، ونشأ عن هذا المزيج رواسب رطبة ولزجة بإمكانها تشكيل بنية مخروطية شديدة الانحدار، وخاصة في حال تجمعت هذه الرواسب بشكل سريع. كما تشير أيضا هذه البراكين بأن المناخ سابقا كان أكثر رطوبة، وهذا خلال النشاط البركاني. أما اليوم فالمعروف عليها بأنها منطقة جافة جدا مع احتمال ضئيل جدا بنزول أمطار، لهذا تفتقر المدينة للغطاء النباتي، لكن تبقى البراكين البيضاء مميزة جدا في المدينة المنورة. وملاحظة فقط لمعلوماتكم، فإن من علامات الساعة أيضا وجود أشجار ونخيل في الصحراء أو في الخليج العربي، المملكة السعودية، الإمارات، دبي، يعني تزدهر فيها الأمطار، ترتفع فيها الأشجار، وكل شيء سيكون موجودا مستقبلا بإذن الله. ماذا تتوقعون أنتم؟ وما رأيكم في المدينة المنورة؟ هل هي أجمل مدينة في العالم؟ قبل أن تذهبوا لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة دعم لنا. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام.